مرحبا بكم يا جماعة الخير. بنقول لكم علي عبد الله صالح عايش، ظهرت له عدة فيديوهات وعدة مقابلات وما يحدث في الفيسبوك عن ظهور لعلي عبد الله صالح. البعض يقول هو عبر الذكاء الاصطناعي، والبعض يقول لا زال عايش ومتخفي على الأوضاع حتى تهدأ الأوضاع في اليمن وترجع إلى مسرها ليتم ظهوره من جديد على الساحة اليمنية. ما الذي دفع علي عبد الله صالح أن يفعل هذه الحركة وأن يظهر بمظهر فيديوهات جديدة بعد إعلان مقتله من جماعة أنصار الله؟ نريد نشاهد الفيديو ونسمع قصته وماذا يقول ويتكلم علي عبد الله صالح للأحداث اليمنية التي تتسارع وتنهار، والتي بسببها اليمن تشطر إلى شطرين جنوبي وشمالي، ولذلك الذي يحكمون صنعاء والذي يحكمون الجنوب، وما هي الأوضاع التي بذلها حتى أن يخفي نفسه طول هذه الفترة وأن يعيش الشعب بلا رواتب لمدة هذه. شاهدوا هذا المقطع الذي بثته بعض الوسائل الإعلامية على بشهادة الشارع اليمني كانت الأوضاع في عهدكم أفضل، متى سيراكم رئيسا مرة أخرى؟ هذا غير وارد. هذا غير وارد. أنا رجل عجوز. رجل عجوز. ابني شاب. My son is young. له برنامجه، له توجهاته. Own directions. ما اتدخل في حياته، ما اتدخل في شؤونه.